يقول: هل نكاح المتعة اليوم إذا فعله الشخص آخذا بقول ابن عباس رضي الله عنهما هل يقام عليه الحد؟ نعم، يقام على الحد، لأنه قد أجمع الأمة بعد ابن عباس على تحريم المتعة، فمن فعل ذلك وفي بلد انتشر فيها العلم لابد أن يقام عليه الحد، ولي الأمر يقيم عليه الحد، لأن هذا يعني قد خالف الشرع في ذلك. وهل النكاح العرفي بلا ولي كذلك؟ النكاح العرفي ليس فيه ثمة شيء. إيش النكاح العرفي؟ النكاح العرفي الذي لم يكتب عند المأذون. فإن كان النكاح العرفي فيه ولي وشهود وأركان النكاح قد توفرت فنكاح صحيح كالشمس، ليس فيه ثمة شيء، فهو نكاح شرعي صحيح، لكن هو حفظ للحقوق يكتب عنده المأذون، فإن لم يكتبه فالأولاد أولاده والمرأة امرأته والنسب يكون له وأيضا الميراث، فهو زواج صحيح ما دام قد توفرت فيه الأركان والشروط، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل وطبعا القبول والصداق.